عجيب. قولي بقى قولي. يوم الخميس الونيس نهاية الأسبوع، الموظفين بيطلعون ويكند، طلبتنا الابتدائي لله الحمد على الطلو، وفي فقرة عندنا يوم الخميس كلنا ننتظرها. هذا كل المشاهدين وإحنا حتى أساساً شخصياً قاعد ننتظرها. الله أنت أنا أي شخصياً ننتظرها لأن نعرف حالة الجو في هذه العطلة نهاية الأسبوع. الناس اللي بتاخذ عيالها تطلع، اللي بيروح شاليه، الحين بعد الجو حار ما هو جو بارد، اللي بيطلعون كشته، اللي بياخذ عياله يروح الشاليه ولا يروح البحر وغيره وغيره. بس أنا عندي معلومتين. المعلومة أن الحين أول شيء هذا عندك أنت، لأن أنت ما شاء الله راعي بحر، يقول لك الماية حمل، هذا رقم واحد، وراح يصير ارتفاع في درجات الحرارة خلال يعني أكثر من كذي 45-47 ويمكن توصل لي 50، بس المناطق الساحلية راح تختلف فيها درجة الحرارة. أنت شو تقول يوسف؟ إيش تبون أنتوا كويتيين؟ شهر 6 إحنا لازم حر عندنا كويتيين، إيش فيكم كويتيين؟ ما يخالف شهر 6 يا جماعة لازم حر عندنا. الخبر مو عندي. شفت هذا الحين الديباج اللي سويناها؟ ايه؟ راح نسمع كل هالمعلومات وتأكيد. نشوف أنا كل خميس أيما معلومتين وأقولهم عشان يأكد عليهم أستاذنا عيسى رمضان أبو أحمد. حياك الله أبي الأرصاد الجوية أستاذ عيسى رمضان أبو أحمد، صبحك الله بالخير. يدرس من ورانا ويعطينا هالمعلومات ويوهقنا. لا ما توهق إن شاء الله، بس أنا أستمتع. يبطل كشكول يقرأ ويرد. لا شوف أنا الأيام صار لله الحين 3 أسابيع ملاحظة دشينا شاء الله. أول شيء عشان قبل لا نبدأ أبو أحمد، المعلومتين اللي قلتهم ارتفاع درجات الحرارة والماية راح تكون حمل وراح تجينا الرطوبة. صحيح. المعلومة الثالثة راح تجينا الرطوبة. الحداقة بيعرف إذا الماية حمل أو فساد. شمع عربي الحين والله اليوم شمع عربي حمل. اي كم عربي؟ ما اعرف كم عربي حمل. كيفك هو؟ اثنين الشهر 2/6 انزين، بس الماية حمل. لا والله شوف اي والمعلومة يوسف لحظة يعتمد على الشهر علشان ندش على عندك ثلاثة عربي ثلاثة عربي اي لازم عربي 2/6 هذا اجنبي ما له شغل. ثلاثة عربي. الحمل والفساد يعتمد على الشهر القمري ولا يعتمد على الأشهر العادية، تعتمد على هي اقتراب القمر عن الكرة الأرضية وتصير هي فترة الحمل اللي هي التيارات المائية القوية، والفساد لما تصير شنو الماية شوية يعني فترة آخر الشهر بداية الشهر العربي هذا الحمل، وننتصف الشهر العربي كذلك الحمل العودة احنا نسميه صح. وقت ما يكون شنو يكون القمر بدر كامل حنيها من الماء تكون حامية وترد مرة ثانية تخف قبل نهاية صح. الشهر اليوم مباشر عقبة أبو أحمد حمل يعني حاجك نجيب بيطلع من البرنامج بيقلص طرادة بينزل بحر. لا بس شنو خل أقول لكم شغلة الحين عاد الحرارة الحر اللي بدأ شوية، ورغم أنه سود يقول لي أنه والله الجو إلى الآن يعني إلى الآن حلو يعني أنا بالليل على بالليل إلى بالليل جميل بالليل. شوف السنة خاصة شهر 5 اللي طاف من الأشهر اللي كانت درجات الحرارة أقل من المعدل العام، بس كثرة العواصف الرملية كانت غير طبيعية، ومو وقت العواصف الرملية يعني شهر 5 عادة هدوء وركود نسبيا في الرياح أساس قبل لا يبدي الهواء البارح هواء الشمال الغربي ويأثر على منخفض الموسم الهندي، لذلك كان شهر 4 وجزء من أول 5 هذه فترة السرايات. بس السنة يعني حتى ما شفنا سيارات قوية، شفنا الغبار القوي وشفنا نشاط الرياح، وهذا الغبار اللي كان يأتينا من خارج الكويت. الحين عاد الحرارة مرة واحدة يمكن لاحظته بالنهار خلاص، حتى تقعد بالسيارة إذا خليتها ساعتين ثلاث تطلع سعود لا حر صراحة حر يعني أنا قاعد أقول شنو بالليل شهر 6 لا بعد ما شفت شيء الحين يعني إحنا دائما كل سنة أبو أحمد أنا آسف على المقاطعة كل سنة لو نشوفها إحنا من 10/6 تقريبا صحيح إينا الحر السنة. وليش الحر إينا شهر بعد 10/6 ما أدري عاد هذه عندك إيه بعد 10/6 اللي هو فترة البارح تبدي رياح الشمال الغربي تجينا من صوب المناطق اللي هي في العراق وتنزل من جبال زاجرس، احنا نسميه دراي اديباتيك لابس ريت اللي هو نزول الرياح الحرارية الحارة الجافة. فلما تنزل شنو تكتسب الحرارة من وين؟ الصحراء اللي هي موجودة تدري القطاع النباتي ما في شيء شمالنا، ورغم ان في مثلا صوب البصرة والمناطق الهوار وكذا ولكن ما هي كافية،
فتكتسب الحراره ويتينا خاصه اذا الهواء يداور من طرف الغربي من العراق ويجينا شمالي غربي شو يسوي؟ الحراره مرتفعه بشكل كبير جدا هني، هذا السبب الرئيسي لارتفاع الحراره. احنا خلال نحن تبدي البوارح عندنا البوارح بشنو بس الشيء الغريب ان هالاسبوع هذا الاكواس هي اللي تكون مستمر، يعني الهواء الجنوبي الشرقي شوف قبل يعني عاده هالحزه تبدي ضربات الشمال وكانوا يسمونها بالاولين يعني يسمونها البارح الصغير، اذا بدا مبكر الشمال سموه البارح الصغير، بعد 8 9 من شهر يبدي البارح العود اللي يستمر لشهر 7 اللي هو يوم 16 ل 19 7 واحيانا شيء يصير يستمر الهواء، فالحراره مرتفعه بس اذا اكتسبت الارض حراره عاليه ترى حتى شهر 7 اخر 7 8 خلاص الجو يعني يكون من كثر ارتفاع الحراره اللي احنا نبدا نسجل 50 درجه، ولكن الشيء اللي هو الشهر هذا يمكن يوم 8 9 يمكن توصل 50 بالمناطق البريه، يعني مره واحده الحراره راح تولع وتشب الحراره ارتفاع كبير. اساس انا اليوم كنت اتمنى ان تكون واحده من الاسئله اللي هو شنو نسوي مع بدايه الصيف؟ ايش رايكم؟ راح نسألك ابو احمد بس دقيقة انا اتمنى تسمح لي ونجيب اليوم انا ترى دارس عدري يوم الخميس زين ابو احمد يوسف مبرشم شلون؟ مبرشم ابو احمد قنوات التواصل الاجتماعي يوم الاثنين اللي طاف انتشرت وغيره وغيره على من غير ذكر اسماء راح يجيكم راح يجيكم غبار يوم الاثنين وغيره وغيره كأنه الجو طق اشاره يمين كان يروح يسار صحيح. الجو كان جدا كان صافي هذا احنا من بيننا للساده المشاهدين هذا اول سؤال. السؤال الثاني والمهم يمكن غايب عن اذهان كثير من المشاهدين الرطوبه انت عارف الحين تجينا فتره رطوبه ابو احمد من ارتفاع الحراره خلينا نقول على المناطق الساحليه بس ابي جواب على السؤالين هذولي. اوكي بالنسبه للغبار اللي يعني حتى انا بالنسبه لي كان يعني حاط التوقع بس مو التوقع اللي هي انها عاصفه قلت انه اخف غبار يمكن حتى ذكرنا الاسبوع اللي فات صحيح. ان يوم الاثنين يوم الثلاثاء في احتمالات شنو صار ان عاده مرات الهواء القوي النشط يكون من صوب غرب الكويت وصار غبار وهم نفس الشيء والرؤيه كانت منخفضه بس هذا بتاثير شنو مو تاثير اللي حصل مثل الغبره اللي هي العاصفه الرمليه اللي كانت جايتنا من صوب الباديه الشام صوب سوريا والصحراء السوريه وشمال وغرب العراق هذه لما تجينا قويه جدا لان قاعده تحمل الغبار لان عاصفه ولا ورياح قويه تكون معاها اللي حصل معانا خلال فتره الاثنين اللي فات والثلاثه شنو كان بدايه منخفض الموسم الهندي لما الهواء يدور شمال ما قاعد يجيب الغبار بكميات كبيره من خارج الكويت مثل ما حصل قبل اسبوعين وثلاثة اسابيع فاساس كذي الهواء الشمال اللي هو فعل منخفض الموسم الهندي يكون اضعف تاثيره علينا فاكثر الغبار كان في البر الى حفر الباطن وبعدين حركه الغبار تحرك الى المنطقه الشرقيه فما اثر علينا فانت تقول ما في غبار عندنا بس الغبار كان غرب الكويت يعني ما راح غبار في الايام الايام الجايه لان الهواء خفيف ومتقلب وهو كوس الى يوم 9 من شهر الى الخميس القادم يبدي الهواء الشمال هني الغبار المحلي لما ياثر الغبار المحلي شو يصير؟ وقت الضحى ظهر والضحى العود والظهر هني يزيل الغبار متى يطيح؟ بس يصير المغرب يعشي والهواء شوي شوي ويخف الغبار يعني هذا المعروف فيه اللي هو شنو البوارح بالنسبه حق الحراره اكيد 100% في ارتفاع ملحوظ راح يكون خاصه عاده تيها الموجه بدايه شهر 6 دائما احنا مرات نسجل الحراره المفاجئه المرتفعه واحيانا تصل 49 50 درجه مئويه في بعض المناطق مو بالديره بالبر مو على البحر لا في المناطق البريه فنسجل درجات حراره عاليه شنو بسبب الجفاف وقلة الرطوبة تدرون أن الرطوبة النسبية تنزل إلى 5% أو 4% شوف الجفاف اللي يصير وهذا السبب الرئيسي كذلك أنه ما عندنا مسطحات خضراء في المناطق البرية فكل ما الهواء يمر على الأرض اللي هي مثل الرملية ارتداد الأشعة اللي هي يسمونها الأشعة الطويلة طق أشعة قصيرة وترتد إلى الأشعة الطويلة فهي والهواء يمر عليها فتكتسب حرارة المشكلة احنا كلات لما تمر على مدينة الكويت لا الليل يبرد ولا النهار لأن المدينة تكتسب الحرارة بما تسمى بظاهرة الجزيرة الحرارية
بالليل تبي تفقد الحرارة بس ما تلحق، مكيفات شغالة، الشوارع الأسفلتية، الكيربستون الأحمر الألوان هذه الجميلة بدل ما تكون ألوان هي على الأقل تعكس أشعة الشمس، فهذه كلها ألوان. والبيوت كذلك احنا ما نحط بيوت البيضة أو شيء عشان نواكب كذلك ونساير بيئتنا، هذه كلها مسببات رئيسية ترى لارتفاع الحرارة وقلة القطاع النباتي. يعني نتمنى أن تزيد اللي هي كمية الزراعة عندنا سواء بالأسطح وكذلك في بين الشوارع. يعني أنت عندك بيت إن شاء الله عارف فتزرع تزيد الزراعة. طيب أحمد، وايد نشوف في الفترة الأخيرة أو بعض الناس اللي ينشرون من خلال التواصل الاجتماعي درجة الحرارة، في يقول لك والله شوف درجة الحرارة بالسيارة ما أدري إيش كثر، يحط له مثلا جهاز يقيسه على الأرض يقول لك درجة الحرارة ما أدري إيش كثر. هي مؤشرات يعني قاعد نشوفها إحنا بالسيارة نقول والله ممكن تكون حقيقية، ممكن الخبر عندك يعني حتى الأجهزة هذه اللي يستخدمونها أيضا ممكن نقول ممكن تكون حقيقية، ولكن في بعض الأحيان تشوف أرقام تخرع، يعني يقول لك والله 70 على الشمس وترد هني بالذال، هذه عشان شيء أقول لك مو صحيح. شوف كنا خمبق يا بحر، هي مو خمبق، هي الموضوع ما في أنك أنت قاعد تقيس درجة حرارة أشعة الشمس على الأجسام، إنزين مو قاعد تقيس درجة الحرارة الفعلية اللي في كل العالم ماخذينها كستاندرد اللي هو درجة حرارة الهواء اللي قاعد تحوشك. أمرها لو أنت توصل الحرارة مثلا يسجلون 60 و70 درجة، أقول لك 60 و70 درجة تبي تعيش فيها لما يحوش وجه الإنسان؟ تخيل أنت لما تبطل الفرن إنزين وتوك شاولك هامور ولا نقرور ولا سبيطي، يا سلام إنزين مو السيباس هالحلو هذا، هني تحس بواهي الهواء تتحمله يحرق الوي زين. بس احنا قاعد نتكلم عن درجات حراره 49-50 في عز الحر عندنا ترى مو شويه، بس لما القياسات اللي تكون من الاجهزه هذه، وانا قلتها كذا مره في العام الماضي كذلك، ان هذه الاجهزه تقيس درجات الحراره للتكييف للاجسام الحاره في المصانع وغيرها، فبداوا الناس يشترونها ويقيسون درجه الحراره في الظل او مثل على الجسم زين، علشان الارض والارض مكتسبه حراره من الصبح لمتى لفتره الظهيره. وهذه المشكله اللي الحين قاعد 70-80 اكيد راح تصير 70-75-60-65 درجه، يعني انا بكبر قست درجات الحراره وين لما تكون فيها طيور خطاطيف كبر بعش الطير اكثر من 50 درجه مئويه 49-47. بس شو يسوي سبحان الله الطير؟ يروح ياخذ الماي الخطاف نفسه نثي والذكر يبون الماي بريشهم ورشون على هذا، فتنزل حرارة خل 39 يعني على الأقل فقس البيض بروحه. هذا أقول لك إيه، عشان كذي هم دائما تفريخهم. فشين إحنا يشبت الموضوع، لأن أقول لك حتى في الجزر الحرارة تكون فيها عالية فما بالك المناطق. فالأجهزة فيها كذلك نسبة خطأ درجة ودرجة ونص على حسب جودة الأجهزة. أساسا إحنا عندنا ستاندرد حق أجهزة الرصد، وكذلك عندنا نوع من اللي يسمونه الكاليبريشن المعايرة الدورية للأجهزة في إدارة الأرصاد الجوية في الكويت وفي كل إدارات الأرصاد. معروف أنهم في هناك معايرة كل 6 أشهر لازم درجات الحرارة فيها يأخذون الثرمومترات يعايرونها ويدققون على صحتها ويرجعونها، يعني مو بس مثل الجماعة الإخوان وكذا واللي تقيس الحرارة لا شوف الحرارة بالسيارة 50 وأنت قاعد تتأثر بمؤثرات مثل ما قلت لك الجزيرة الحرارة السيارة اللي حولك السيارة والراديتر الحرارة عندك الماكينة شغالة كم الحرارة مالت الماكينة ما بين 90-100 يعني الماء يغلي داخل الراديتر صح. فكل هالأمور هذه حطوها بالحسبان. بس أنت لما تطلع درجة الحرارة ولكن قاعد نقول ترى الجو حار اشرب ماء يزيد الماء انزين كذلك على الاقل شو تسوي؟ حط لك الان مسموح ان الواحد يحط العازل اللي هو شنو يقلل من درجات الحراره، فوايد مهم الان حط لك العازل اللي هو حق سيارتك، خلي المسافات افتح الدريشه عندك شويه نعم. حاول انها تكون سيارتك بالظل انها مثل ما قال داخل السياره فوق ال 50-70 درجه مئويه داخل السيارات نعم. ابو احمد الحين ان شاء الله معلوماتي تكون صحيحه وبين اظل الساده المشاهدين نعم. الجو خلال فترة العطلة خميس وجمعة والسبت وأيضا حالة البحر شو رأيكم؟ شوف الهواء يعني في عندنا هالعطلة هذه وإلى يوم ما بين 3 يوم الأربعاء المقبل يعني قبل الخميس
الهواء الكويس راح يكون فترات العصر والظهر، فاحنا راح يأثر على نسيم البر والبحر، رطوبة نسبية على السواحل صوب الشاليهات متوقعة، فالجو شوي يكون متعب أكثر من الهواء الجاف. بالليل بالبر تطلع برا الهواء يدور شمال بفعل نسيم البر، فهني شوية على الأقل في لا بأس في الأجواء. أما الحرارة فراح ترتفع 45-46 في المناطق البرية، يعني صوب اللي هو تشبد عندك كذلك الوفرة بالنهار. يعني احنا متوقعين من باكر كذلك إلى الأسبوع المقبل حرارة ما بين 44-45-46 بالبر، يمكن يعني توصل 7. يعني نسبيا طبيعي طبيعي. أنا بالنسبة لي هذا ارتفاع مفاجئ، يعني من كانت 39-40 قبل أسبوع خميس اللي طاف احنا قاعد نتكلم 39، فسبع درجات أو ست درجات ما هي شوية بالنسبة لي. اليوم درجة أحمد كل يوم نرجع، انت حداق وتطلع. لا لا ما انا شغل بس انا اقصد انه يعني بحر. لا بس احنا قاعد نقول مثلا اللي طالعين بحر، انا انسان وعندي عائلتي مو قاعد نطلع كل مره البحر، بنطلع مثل في هالعطله هذه استخدموا المظلات، يعني حتى انت لما تمشي الخوات كذلك الالوان اللي نلبسها، حتى خوات عندنا الحجابات اللي خذوا الالوان الخفيفه سون بلوك مثل ما قاعد يغششني مثل انا سون بلوك قاعد يمسح اساس لا تنسى سون بلوك اللي هو الواقي الشمس زين ايه ماش حقه واقي الشمس اوكي انك تستخدم السون بلوك ما اقدر اقول دارس هو ما زين واقي الشمس وكذلك المرطبات الحين ترطب جسمك اشرب كثر ما تقدر الماي لا تبخل على نفسك بالماء لأن الجفاف قد يصيب الإنسان وعيالك نفس الوقت لا تحطون عيالكم بالسيارة وتروحون تتسوقون حتى لو خمس دقائق بالفعل إذن كل الشكر لك أبو أحمد رطوبة راح يكون فيها الحر حلوة رطوبة يبتسم أبي أعرف ما شو اسمه سر الابتسامة سر الابتسامة الجميلة الحين هذا ثلاث أسبوع وقاعد أعطي معلومات للسادة المشاهدين طبعا شنو أنا لما أعطي المعلومات عشان أنت تأكد عليها يا أبو أحمد والحمد لله اليوم ثلاث معلومات إنه في رطوبة والماية حمل وقلنا بسبب الغبار اللي عنا مثل ما احنا قلنا يوم الاثنين والله اخترعنا إنزين حتى يعني ستاند باي كنا نصرنا حتى بالدوام. لا تسمعون السوشيال ميديا وايد اساسي لان في اخطاء في كثير من المعلومات تكون ربي لك الحمد فتاكدوا من المصادر الصحيحه. استاذ عيسى رمضان خبير الاقتصاد الجويه ابو احمد شكرا جزيلا لك بارك الله فيك يسلمك شكرا على وجودك ويانا الله يخليك حياك الله. اذا عندك انت عندك والله مشاهدينا فاصل ولنا عوده خليكم معنا.